بسم الله وكفى بالصلاة والسلام على المصطفى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل بما بلغت رسالته، وهذا شيء مشؤوم. أنا غاية في الشؤم، والله يعصمك من يطمنك، ولهذا الخوف من أذان نحيل باش تتمم الرسالة. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أي هؤلاء الكافرون اللي زاد في دال لي ميكريون، ربي لا لم يجعل فيهم مهتد ولا هاد، ولهذا إذا كان لا عندهم هداية ولا هم مهتدون ما يطالوك في أي مؤذن منهم أبدا. وهذا ما تحقق في رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلم يقتل وكان يدعو ربه عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى كان يشأن الله أن لا يغتال من تحته ولا من يمينه ولا من شماله ولا من فوقه ولا من أمامه ولا من خلفه. اختاروا بالضبط ما عاشه نبينا عليه الصلاة والسلام بحضرة الرحمن، فكان خير من أدى الرسالة رغم ثقل حملها ورغم المخفقات من الفرميلات لانتشار الرسالة، لكن تمت بفضل الله تعالى على أحسن وجه بالتمام والكمال، والصلاة والسلام على رسول السلام.